وفي لقاء خاص مع أون لايف أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية التواصل مع الشباب والاستماع إلى وجهات نظرهم المختلفة، وكذلك عرض خطط الحكومة والجدول الزمني لتنفيذها لإشراك الشباب في أعمال الحكومة. أهم حاجة فعلا في المؤتمر هو التواصل مع الشباب، وإن احنا نسمع وجهة نظرهم ونعرف إيه أولوياتهم. في نفس الوقت بتدي فرصة برضو للحكومة والمجتمع المدني وكل الشركاء في التنمية إن هم يقولوا إيه الرؤية، إيه البرنامج المستقبلي، إيه الجدول الزمني اللي محطوط. ودايما البرامج ما بتنجحش غير بالمشاركة، وطبعا مشاركة الشباب من أهم المراحل، لأن احنا بنتكلم على 50% من سكان مصر، والأهم هم المستقبل، فلازم هم يكون لهم بصمة في وضع هذه الاستراتيجية وفي خطة العمل والأولويات اللي شايفينها. احنا الحمد لله أسسنا شركة الاستثمار لرواد الأعمال اللي هي بتركز على مش بس تمويل مشاريع الشباب بالمشاركة، بحب أكد على الجزئية دي، مش بالقروض ولكن بالمشاركة، نكون نخش شريك معاه، وإزاي إن احنا نديله برضه دعم فني تضمن له نجاح مشروعه، فيبقى مش هو بينتظر الوظيفة ولكن هو مستثمر وبيقدر يوفر وظائف لشباب غيره.